السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هنكمل منهج التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي والوحدة الثانية في أول درس فيها اسمه الدعوة إلى الله تعالى. طيب عايزين نفهم كده من العنوان يعني إيه الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله تعالى هي أفضل الأعمال وأشرفها وأعظمها، إنك تدعو لعبادة الله أو طاعة الله عز وجل هي من أفضل الأعمال وأشرفها وأعظمها. ليه؟ لأنها أصلا وظيفة إيه؟ من سبق من الأنبياء والرسل، وأول شيء فعلوه الأنبياء يعني كانت الدعوة إلى الله، فكانوا بيدعوا الناس ويتوكلون على الله عز وجل إن هم إيه رجاء هدايتهم، فالله عز وجل وحده هو الإيه؟ هو من يهدي عباده. طب تعالوا نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم وبيقول لنا ايه. جلس حسن مع والده واسرته ينصتون الى احد علماء الازهر الشريف وهو يتحدث عن الدعوة الى الله تعالى. فقال حسن: اريد ان اكون مثل هذا العالم يا ابي. الوالد رد قائلا: ايه حسنا يا بني، فهذا طموح طيب، لأن الدعوة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وذكر الأب آية قرآنية دليل على أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أفضل الأعمال، فقوله قالت قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. القصة بتاعتنا بتقول إن حسن جلس مع والده وأسرته، قعدوا قدام التلفزيون يسمعوا أحد علماء الأزهر الشريف وكان بيتكلم عن الدعوة لله تعالى، وحسن أعجب بهذا العالم وقال لوالده: إن أنا أريد أن أكون إيه مثل هذا العالم يا أبي. فالوالد رد قائلا إن هذا طموح إيه طيب، لأن الدعوة إلى الله هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. واستشهد بآية قرآنية قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو أنا هيجيلي سؤال في الامتحان على الجزئية دي يا ولاد هيقول لي إيه؟ ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه؟ ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه؟ هنقول إيه؟ هي الدعوة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. طيب ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بتعتبر أصلا يا ولاد الكلمات والأفعال والأقوال الخاصة بالدعوة من أفضل ما يقال ويفعل. يعني الداعي بيعمل إيه دوره؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طب هو هيعود عليه إيه؟ إيه النفع اللي هيعود عليه؟ هيعود ذلك عليه بالنفع والأجر مهما كانت النتيجة، سواء كان النتيجة دي إن اللي قدامه استجاب له وقبل منه أو الرفض، تمام؟ سواء المسلم اللي قدامه ده نفذ فعلا ما يدعوه إليه أو ما نفذ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول قوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك آثامهم شيئا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات القرآنية بتحثنا على الدعوة إلى الله. فيا ترى هي الدعوة إلى الله دي بتقتصر على ناس معينة أو الخطباء الدعاة المختصين بس؟ تعالوا نكمل درسنا ونعرف. والدعوة إلى الله لا تقتصر على الخطباء والدعاة المتخصصين الذين يرتقون المنابر، مش اللي بيطلعوا على المنابر فقط الخطباء بس، لا بل يتكون كذلك بكل وسيلة تصلح للتخاطب مع الناس، كل الوسائل، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. دي حاجة دلوقتي الكل بيستعملها، فنقدر من خلالها ان احنا ندعو الى الله عز وجل. الدعوة دي اولاد ليها اهمية كبيرة جدا، وانها لشرفها ولاهميتها لابد ان اللي يجي يدعو انسان لابد الداعيه ده يتحلى بمجموعه من الصفات اللي
ان يعني عشان يقدر يدعو اي حد لابد ان يتحلى بمجموعه من الصفات والشروط. طب ايه اهم الشروط دي؟ هنا مذكور عندنا في الدرس ان يكون حافظا للقران الكريم او اكثره، ان يكون حافظا للقران الكريم او اكثره، وملما بكثير من الاحاديث النبويه الشريفه. تاني حاجة شرط عندنا أن يكون متقنا للعلوم الشرعية والعلوم اللغوية. ثلاثة أن يكون قدوة للناس في قوله وفعله. يعني ينفع أدعو حد وأنا ما بطبقش الحاجة اللي أنا قلت له يعملها دي أو يطيع ربنا فيها؟ لا ما ينفعش، لابد أن أنا أكون سلوكي قدوة للناس في القول وفي الفعل. طب رابع حاجة أن يكون يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب. أجمع في دعوتي بين الترغيب والترهيب. بعد كده أن يخاطب الناس بما يفهمونه. يعني ما ينفعش أروح أكلم واحد غير متعلم مثلا باللغة العربية الفصحى وخطبه وهو مش فاهمني أنا بقول إيه أصلا، مش فاهم الكلام اللي أنا بقوله. لا، لابد إن أنا أنزل لمستواه أو إن أنا أخطبه باللي هو يفهمه، أديله أمثلة مثلا من الحياة اللي هو أو الوسط اللي هو عايش فيه. طيب بعد كده الأم، وقد أمر الله تعالى أن تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحوار بالتي هي أحسن، امتثالا لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني ايه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هو عايز ربنا عز وجل يقول لنا حكم الدعوة إلى الله تعالى ايه؟ ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنها واجبة، وقال ايه علماء المسلمين ان الدعوة دي فرض كفاية، فاذا قام بها البعض في المكان سقط عن الاخر، اما اذا لم يكن هناك من يقوم بها اصبحت فرض عين على الايه على الجميع، والا استحقوا الاسم جميعا. طيب السؤال اللي ممكن يجي لي هنا ايه؟ اقول ما هي شروط الداعية الى الله وصفاته؟ ما هي شروط الداعية الى الله وصفاته؟ هنقول ايه العناصر اللي احنا قلناها دي؟ أن يكون حافظا للقرآن الكريم، أن يكون متقنا للعلوم الشرعية والعلوم اللغوية، قدوة للناس في قوله وفعله، يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب، يخاطب الناس بما يفهمون. ربنا عز وجل كان خاطب النبي وقال له إيه في القرآن الكريم؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الطبيعة البشرية يا أولاد إن احنا اي حد بيتعامل بطريقه فظه معانا خلاص احنا بنبعد عنه، ما بنقبلش منه اي كلمه. طب لو انا اخلاقياتي وسلوكي حسن جدا وبتكلم مع الناس بلين، الناس هتعمل ايه؟ طبعا هتقبل مني اي كلام انا اقوله ليهم او ادعوهم اليه. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو قدوتنا، فاحنا ربنا قال على الرسول كده لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب احنا بقى لما نيجي ندعو الى الناس، ندعو الناس لاي شيء لدينهم، هنقول يعني هننفرهم من الدين او ندعوهم بطريقه فظه وغليظه، ولا هيبقى في لين وتسامح في الكلام؟ طيب قوله تعالى هنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي ايه هي احسن، يعني نتكلم معاهم الحوار يكون في لين و مودة. فذكرت الأم وقالت واعلم يا بني أن الداعية إذا التزم تلك الصفات وعمل بها أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فخالق الناس بخلق حسن كان أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني يا الله، ده ايه ده؟ احنا اكون اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لو انا اخلاقي حسنه. تخيل ان بحاجه بسيطه قوي نقدر ننول منزله عظيمه جدا ومكانه عاليه. طب الاسئله ممكن تيجي هنا ايه؟ كيف تكون الدعوه الى الله تعالى؟ او بما تكون الدعوه الى الله تعالى؟ تكون بالايه؟ بالحكمه والايه؟ والموعظه الحسنه.
ماشي، والمجادله والحوار بالتي هي احسن، ونستشهد المثل يقول لي هات الدليل. طب ما الدليل؟ اذكر الايه القرانيه واقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. طب يا ترى ايه نتيجه التزام الداعي بتلك الصفات، او ايه جزاء الداعيه الى الله تعالى اذا خلق الناس بخلق ايه حسن؟ هنقول جزاؤه ايه؟ ها، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. يبقى جزاؤه بان يكون اقرب مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اهم نقاط عندنا في الدرس يا اولاد هي اتقان العلوم الشرعيه، وشرط للداعيه الى الله تعالى انه يتقن العلوم الشرعيه. من سمات الداعيه الى الله تعالى حسن الخلق. وبكده نكون نهينا درسنا. ما تنسوش يا اولاد ان احنا نحل اسئله الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.